في الدنيا هذه كاين بزاف امور اللي يخلوك انك تتعب تفشل وتكره الحاجه اللي تحبها وحايب توصل لها. صح كاين عقبات وكاين ظروف ماشي بيدك انت، مي لازمك تتكل على ربي سبحانه وتكون قانوع بكل حاجه عطاها لك وتحمدو عليها، وجامي لا تفشل، ديما لازم تدعم غيرك وتمد لهم هذيك الطاقه الايجابيه وتكونك واعي باش تحقق الهدف تاعك وتفرح والديك. ما تقلقش رايح توصل تنجح وتفرح، شويه صبر برك وتفرج المحان وتزول الاحزان. وكي العاده خوتي الشهاده نجيبوها والميمه نفرحوها والحفله نديروها وال 58 ولايه نحرقوها باك بيام 2024 نقدروا لها. كان معكم الأستاذ زكريا بن سعدون في مادة الرياضيات، انتظرونا.